يتنقل السيد محمد هنا وهناك بدواره المسمى أولاد بالخياط، منطقة نائية تتواجد ببلد ترسين بسعيدة، يعتمدون في معيشتهم على تربية المواشي، النشاط الذي تأثر كثيرا بتهميش السلطات المحلية لمطالبهم. أنا راه في عمري 80 عام، باقي لي 8 دقيق، باقي لي 8 في الجيريكا، أنا غير الماء يقدوا لي يمدوا لي غير الماء في الفرع، ما كان ما بغى يشوف فينا، ما لقينا نشكو، نشكو لربي. عينا نهضروا عينا نشكو عينا ما شنا والو، رانا نهضروا غير على الماء ومازال ما شناش. راني في فايتين 30 سنة. ورانا مغبنا يا سيد الوالي، راك جيتنا شحال من مرة وما عطيتناش الكلمة باش نحكوا لك شرا خاصنا، ورانا مغبونين في الطريق، راه عندنا 1000 هكتار راه في الغابة ما عندناش كي نديروا نفوتوا لها باش نحصدوا. يا سيد الوالي ماذا بيك؟ ماذا بيك تسمع الانشغالات تاوعنا؟ فالحصول على المياه لاستعمال المنزل ولنشاط تربية المواشي لن يكون إلا باستخدام الطرق الصعبة وبقطع المسافات البعيدة أيضا. خاصنا ماذا بينا يديروا لنا شاطو هنايا والحاسي باش نوردوا الزوال تاعنا باش نشربوا حنا رانا نعمروا السيتيرنا تاع الماء ب 200000 السيتيرنا، حنا كاع العام رانا في شحال من عام شحال من سنه كيما هكا، انا بالك نظن في 20 سنه رانا كيما هكا. انا بصدد انجاز بطاقه فنيه للشروع في انجاز بئر بهذا الدوار، بعدما بدانا في انجاز طريق مسلك طريق الرابط ما بين ترسين وتاكدور الذي يمر على هذه الدوار، وكذلك ربط هؤلاء السكان بالكهرباء. عائلات قاطنة بدوار أولاد بالخياط تطالب بمشاريع تنموية قد ترفع بعضا من الغبن والتهميش الذي حول حياتهم لأخرى جد صعبة.